بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نفى الشيطان أن يكون له سلطان على ابن آدم، وقلنا إن السلطان إما سلطان قهر وقسر بأن يجعلكم تفعلون وأنتم كارهون للفعل، وإما سلطان حجة يجعلكم تفعلون وأنتم مقتنعون بصواب الفعل. لا هذا ولا هذا. إذن من أين دخلت عليهم؟ هل أنا دخلت عليهم بأنني بس حركت فيهم نوازع نفسهم وهم نفسهم بقى أقبلوا على الله؟ تحريك نوازع النفس إما أن يتدخل فيها الشيطان أو يترك النفس وهي كافية بأنها تفعل. فقال لك: وكيف نفهم أن هذه معصية سولت بها النفس تسويلا استقلاليا وسولت بها النفس تسويلا تبعيا؟ قال لك: إن كان الإنسان قد وقف بنفسه عند معصية بعينها كل ما يبعدها عن نفسه تلح عليه فذلك هو شهوة النفس، لأن النفس تريد الإنسان عاصيا من لون يحقق لها شهوتها، كل ما يبعد عنها تلح عليه فيها نفسه. ولكن الشيطان لا يصر على معصية بنفسها، فإن رأى إنسانا لم يستطع إغواءه في معصية ينقله إلى معصية أخرى لا يجد لنفسه فيها مناعة، لأن النفوس في المعاصي مش على نظام واحد، كل واحد لو في واحد لو رشيته بمال الدنيا كلها ما يغيرش، انما ترشيه يمكن بكلمه حلوه: يا سلام ايه الايافه النهارده دي، ايه الوجاهه بتاعتك دي، يا سلام دي واحد باي شكل، يبقى كل واحد في زاويه ايه، زاويه ضعف، في زاويه تجي له من اي زاويه ما يتأبى عليك، تجي له من الزاويه ده ايه ينبسط منك. فالشيطان يقعد ايه يشخلع في الانسان يشوف ايه الزاويه اللي ممكن يقعد عز عليه في ناحية ينقله إلى إيه. فإن أصرت النفس، فإن أصرت نفسك على لون من المعصية واحد فافهم أنها شهوة نفس، وإن اتنقلت بقى في دي ودي دي يبقى شغل الإيه، شغل الشيطان. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، واللوم هو مرتبة من مراتب العتاب لشخص تحبه وتريد أن تعتذر إيه؟ أن تعتذر عنه، أدي اللوم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ليه؟ لأنني لم أصنع إلا لأنني إيه؟ بس شورت لكم كده إلى المعصية وأنتوا إيه؟ طوعتوني. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كويس والله اللي سوى نفسه بيهم قال: لن تنفعوني ولا ننفعكم. ده كان فيه تعالي كبير قوي، ده تعالى على آدم، إنما هنا المسألة إيه، سوى يعني أنا لن نفعكم ولنتم إيه، ولنتم نفعني. طيب، ما أنا بمصرخكم. المصرخ من مادة الصراخ، من صرخ، وصرخ رفع صوته، ورفع الصوت له مأرب، هذا المأرب أن يسمع غيره، ولا يريد هو حين يصرخ أن يسمع غيره إلا إن كان طالب منه معونة. بالله لو واحد ماشي كده وبعدين راحت رجله عطرنا في كنز يصرخ كده ويجيب الناس، ولا يتلف تشوف حد شايفه ولا. انما لقى ديب، لقى سبع، لقى مش عارف تعبان، يعمل ايه؟ اصرخ قوي هنا يرفع صوته. يبقى اذا الصراخ إيه؟ ارتفاع صوت، وارتفاع صوت لا يتاتى الا بخوف من مفزع.
فأنت ترفع صوتك بالصراخ علشان إيه؟ علشان إيه؟ ما حدش يرفع دفنه في الصراخ لأمر خير يراه. واحد دخل عليك بهدية كده بتقول يا أهل تعالوا شوفوا، إنما واحد جاي يضربك ولا واحد جاي يحرق البيت ولا بتاع تصرخ. طيب تبقى صرخ الرجل يعني رفع صوته رفعا يطلب به الإغاثة. طيب أدي صرخة، لكن اللي وياه مش من صرخة، مصرخ يبقى دل على أن الفعل أصرخ، يبقى في فرق بين الفعلين صرخة ودي إيه؟ لأن لو كان الفعل من صرخة ما أنا بصارخ أو ما أنتم بمصروخين، إنما ما أنا بمصرخكم دل على أن الفعل مش صرخة، الفعل إيه؟ أصرخ. الفعل حين ينتقل من صرخة إلى أصرخة له معنى في اللغة يسموها دخلت عليه همزة الإيه؟ الإزالة. همزة الإيه؟ إحنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الألفاظ اللغوية اسمها إيه؟ معاجم. طب معاجم جمع إيه؟ معجم. الله، طب معجم يعني إيه؟ يعني الذي يدلك على معنى اللفظ ليزيل إبهامه. يبقى أعجم الكتاب يعني أزال عجمته، يبقى المعجم جاي يعمل إيه؟ يزيل الإبهام. يبقى همزة اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة. زي فلان عتب على فلان وفلان أعتب فلان، إيه الفرق بين الاثنين؟ عتب يعني قال له لامه، الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب. قال له طيب يا شيخ ده والله انت بتعتب عليا في الفصل الفلاني، اصلا كنت كذا، اصلا كنت كذا. يبقى عتب لامه واعتبه ازال عتبه. ولذلك في في الدعاء النبي لك العتبة حتى ترضى. يعني ايه لك العتبة حتى ترضى؟ يعني ان كنت يا رب تعتب عليا انا احب ازيل ما في يعني نفسك من عتابي، لك العتبة يعني أعتب وأزيل العتبة بتاعتك. أنا عملت إيه مثلا؟ لك العتبة حتى إيه؟ يجي واحد يعتب عليك تقول له طب معلش يا سيدي حق عليا وأنا بدي أزيل إيه عتابك؟ ده ظرفي كان كيت وكيت وكده. وفلان عتب وغيره إيه؟ أعتب يعني أزال إيه؟ أزال عتاب. مرة تأتي الإزالة للفعل بالهمزة، ومرة تأتي الإزالة للفعل بالتضعيف. انت مثلا تقول قشرت اللوز مثلا، يعني ايه؟ ازلت قشره. يبقى قشرت يعني ازلت الايه؟ القشر. يبقى مره همزه الازاله ومره تضعيف الازاله. تيجي مثلا تقول ايه؟ فلان مرض فلان. مرضوا يعني ايه؟ ومنه الممرض والممرضه. مرضوا يعني ايه؟ بيعمل له العمليات اللي تزيل ايه؟ الطبيب مرض فلان، انما الداء امرض فلان. شوف بالعكس بقى، مرض وايه؟ امرض، دخل عليه المرض. ومرض ازال مين؟ تبقى فيه ازاله الهمزه تزيل او التضعيف ايه؟ يزيل. يبقى مصرخ ماخوذه من ايه بقى؟ من صرخ ولا من اصرخ؟ اصرخ يعني ازال صراخه يعني اغاثه. راح له قال له ايه فيه؟ يبقى صرخ استغاث، واصرخ أزال سبب سبب الإيه؟ الاستغاثة. قال لهم إحنا في مأزق، لا أنا أزيل سبب استغاثتكم ولا أنتم تزيلون سبب استغاثتي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخي. ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ليه يا سيدي أنت تخليت عنهم ليه؟ أم قال لك إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما هو جه بقى في وقت بقى ما عادش فيه بقى في الدنيا مهد الله له سبيل الإغواء، ويقعد يندس ويغوي ومش عارف إيه، وهو ملعون كان عالم، عارف إزاي. ولذلك لما جه الحوار اللي جاء بينه وبين ربه قال له، قال الله بعزتك لأغوينهم أجمعين. بعزتك الآن بقى عزة الله تخليه يغوي عباد الله؟ قال لك آه، لأن عزة الله عن خلقه يعني إن جم
وان ما جوش ما جوش. لو عايزهم ربنا كان يقدر الشيطان ياخدهم؟ كان يقدر. ولذلك ايه؟ انه انما سلطانه على الذين يتولونه، ان عبادي. ولذلك يستثني الا عبادك منهم الملاغوينهم ايه اجمعين. وبعدين التفت لنفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه انا ما اقدرش ارمي. يبقى الحرب اللي كانت موجوده بين الشيطان وربه ولا بين الشيطان وبين خلق ربه؟ هو حد يجرؤ يدخل المعركه دي؟ تعال قال بعزتك عن خلقك انا هغويهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه يا رب. انا ما اقدرش اهوب ايه، اهوب ايه ناحيته. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انتم اشركتموني مع الله في الطاعه، لان اتخذ شريك يعني جعل الشريك يقول لك اعمل وربنا يقول لك اعمل، فتنفذ كلام الشريك ولا تنفذ كلامنا؟ فخدت كلامي ولما اشاور لكم كده تيجوا وياي، وربنا يناديكم ما تروحوش وياه. انا كفرت بالحكايه دي، انا كفرت بالايه، او انا سبق لي انني ايه كفرت بهذه. ليه؟ لان ربنا برضو امرني وانا ايه، وانا عصيت. اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. قضية عامة جعلها في القمة. انتم جعلتوني شريكا لله اي فاطعتموني كما ايه يحب الله ان تطيعوا، اطعتموني ولا اطعتوش ربنا، يبقى ده الشرك. كلام كويس قوي. انا كفرت بهذه القضية ليه؟ لان المسألة دلوقتي ما عادش فيه ايه، ما هو قال له انك من المنظرين الى ايه ويوم الوقت المعلوم ما يبقاش لك بقى ايه. فإن كنت هتندس وتدس للناس بقت كلها أمور إيه؟ ما احنا قلنا وبرزوا لله إيه؟ جميع، ما عادش حاجة إيه؟ مدارية، كلها إيه؟ واضحة. ولذلك الحديث القدسي ينبهنا إلى هذه ويقول يا ابن آدم، زي ما تقول له رد بالك وافهم كويس، يا ابن آدم إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. بالله أنت تقدر تسأل تسرق من واحد عين عينك ولا تشتموا عين عينك كده ولا تحرق له البيت عين عينك كده؟ ده أنتم ما تقدروش تعملوا كده ويا بعض. فإن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، يعني راجعوا الإيمان. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فاستزوأوا، ما تخلونيش أقل الناظرين إليكم، لأنه لو نظر إليك إنسان فأنت لا تجرؤ أن تصنع له ما يكره. نعم. إن الظالمين لهم عذاب أليم، ده في مطلق ظلم، فما بالك إذا كان الظلم في القمة. إن الشركة ظلم عظيم. طب هذا من كلام مين؟ نشوف كده. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى هو اللي حكم على نفسه ولا لا؟ ولا كلام دوك انتهى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وبعدين ربنا قال إن الظالمين لهم عذاب إيه؟ لهم عذاب أليم. الله. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا هو تكلم عن الأشقياء اللي هم إيه؟ وخاب كل إيه؟ جبار عنيد من ورائه ويسقى من ماء صديد، وقعد يتكلم عنه. وبعد ذلك تكلم عن البروز لله جميعا، ثم تكلم عن الحوار بين الضعفاء وبين السادة، ثم تكلم عن الحوار بين مين؟ بين الشيطان إيه؟ وبينه. وبعد ذلك جاء بالقضية النهائية في الحكم إن الظالمين لهم عذاب إيه؟ المناسبات توحي بمقابلاتها. يعني لما يكون عندك ولد وأهمل فسقط تقول له كده يا سيدي أهملت دروسك فسقط، يبقى المناسب له في الحالة دي إنك تقول له شوف ابن الجار الجدعان ونجح. الله. إذا مجيء الشيء مع مقابله بتكون النفس إيه؟ أقبل له. ولذلك ربنا لما يقول إن الأبرار لفي نعيم،
يخلينا بقى نفهم الابرار والنعيم بتاعهم، يقول وان الفجار لفي جحيم، يوم يجيب الايه؟ يجيب المقابل. فكما جاء مقابل الاشقياء لازم بقى يفتح نفس السعداء بالايمان، يقوم يجيب الايه؟ المقابل. فبعد ان تكلم عن هذا قال وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ماذا تيجي الفعل وينسب الى ثلاث جهات، لكن لكل جهه في النسبه ملحظ. مثلا الذي يميتنا هو الله، والذي ايه يميتني هو اللي بيميت، يقول ايه الله يتوفى الانفس، يبقى نسب الفعل لمين؟ وبعدين يقول ايه قل يتوفاكم ملك الموت، مش كده؟ ثم يتكلم عن جماعه تانيين وهي ملك توفته رسلنا، يبقى الفعل الواحد اسند الى ايه؟ مره يسند الى الله، مره يسند الى ايه؟ عزرائيل بتاع ملك الموت، مرة يسند إلى المباشرين للعملية. أم قال لك من الله إذنا وأمرا، خلاص، ومن ملك الموت تلقيا للأمر، ومن الرسل اللي تحت ملك الموت تنفيذ للأمر. يبقى كل واحد واخد إيه؟ أدخل الذين آمنوا، في قراءة وأدخلوا أي المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى، وأدخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، يعني التكلم لمين؟ لله. إنما هنا وأدخل، من الذي أدخل؟ الله أدخل إذنا، والملائكة الموكلين للباب يفسحوا له وهم يدخلوا. يبقى الكلها واخدة إيه؟ واخدة إيه؟ ملاحظ. وأدخل الذين آمنوا مقابل بقى وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا ادخل الذين آمنوا، كل الكلام يدخل جنات 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 جنات. ايه الجنات؟ احنا نفهم ان الجنة معناها في اصل اللغة الستر، ومنها الجنون ستر العقل، فلما جن عليه الليل الظلمة ايه سترته، يبقى المادة الجيم والنون دي تعمل ايه؟ الستر. أما قال لك ايه وسوي الجنه ماخوذه من الستر، لان فيها ايه اشجار كتيره بحيث ان اللي يمشي فيه ما يبانش، يبقى تستر بخضرتها وسموق اشجارها اللي ايه، او ان من يدخلها يجلس فيها ولا يراه احد، لانها فيها كل خير لا يلجئه ان يخرج منها. يبقى كده يبقى دي ودي. وتطلق برضو على جنات الدنيا، يود احدهم ان تكون له جنه ايه، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه الجنه. قال الاول هنا ربنا لما يقول الجنه، الجنه غير المساكن، قال لك مساكن وفي جنات ايه، يبقى فيه مسكن وفيه ايه، يبقى الجنه دي انت عارف زي هنا ولله المثل الاعلى، البستان العمومي الحديقه العامه، اهي الجنة بقى الحديقة العامة بتاعة الاخرة بقى الوسعة دي، والوسعة دي موزع على كل مرأة عين. ليه؟ قال لك لان الانسان من عجائب تكوينه مرة يحب ان يتخصص في مكان، ومرة يحب اكثر ان يشيع في مكان. يتخصص في مكان يعني يبني له ايه، مش شقة في عمارة، لا انا عايز فيلا لوحدي زي ما يقولوا بيت من ايه من بابه دي، يعني الحاجه الحلوه قوي. واللي له من بيت من بابه لما يبقى الاسره كده وكل واحد له اوضه، كل واحد له ايه، وبعدين كل واحد له ملابس، يبقى عايز التخصص في شيء وعايز العموميه في شيء، يطلع بقى يلاقي مكان ايه، مكان واسع ومكان فسيح. ولذلك حتى احنا في تقييمنا للاشياء بنقيم الاشياء على هذا الاساس، حتة أرض هنشتريها نبني عليها مسكن إنما على حارة يبقى مترها بكذا، طب ده على شارع واسع يبقى مترها بإيه بكذا. ليه؟ لأنني محسوب في التقييم الحارة اللي قدامي حارة صغيرة، ومحسوب في التقييم اللي قدامي إيه شارع. ف
فدي تاخد المتر بعشرين جنيه ودي انا هو كلام ودي تاخد المتر بخمسين جنيه ليه؟ لان الشارع باتساعه محسوب على ومحسوب عليك وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس. سلك اللي مثلا يجي ياخد مثلا بيت في جنينه واسعه في ميدان نقول له بقى يبقى اكتر من الشارع. طب اللي يجي ياخد بيت على البحر، اوه البحر الواسع ده قدامك بتاعك، يبقى ما تقوليش ده انا اشتريت المتر ب 1000 جنيه، ده المتر ما وقفش ولو بنص مليم. لانك لما تحسب بقى الفضاء اللي قدامك ده ما فيش حاجه تحجبه، احسبه عليك بقى يطلع بنص مليم. انت واخد ما حدش جاي قدامك ولا حد هيضايقك ولا حد يعمل اي حاجه. اهي الجنات بقى بالشكل ده، امكنه واسعه وكل واحد لها ايه؟ ومساكن طيبه في ايه؟ في جنات عدن. يبقى الجنه شيء والمساكن فيها ايه؟ شيء اخر. فلما يجي يقول لك ايه؟ انت رحت في اللون ايه ودخلت جنينه فلان، يبقى ما دام جنينه ده يبقى البيت ايه شيء حاجه ثانيه قوي، يبقى لما ندخل في الجنه يبقى مكان ايه؟ مكان واسع قوي. جنات تجري من تحتها الانهار، قلنا مره تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها ومفهوم الكلام. خالدين فيها باذن ربهم. الله، الانسان في الدنيا يحب التنعم، بس التنعم ينغص عليه أشياء. يا ترى هذا النعيم الذي أنا فيه يدوم لي أم ينزع مني؟ في أغيار شفنا واحد عينينا شافت إن في ناس عندها نعيم ونزع منه. طيب افرض إنه فضل، أنا أفضل له ولا ما أفضلش أموت؟ يبقى إذا نعيم الدنيا مهما سما خلاص في أغيار، هذه الأغيار إما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم. لكن في الآخرة لا يفوتك النعيم لأنها لا مقطوعة ولا مقطوعة، ولا تفوت أنت النعيم لأنك خالد فيها. يبقى في أمرين، يبقى في أمرين اثنين. وشيء آخر أعلى من ذلك، أن نعيمك في الدنيا على قدر إمكانياتك أنت، ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كلمة وأدخل ما جابش قالش إن ربنا أدخلهم ولا الملائكة ولا هم اللي دخلوا، جابها كده وما عشان تشمل إيه؟ تشمل الكل. أدخلوا ما دام قال بإذن ربهم يبقى أنسند الدخول لمين؟ للملائكة المكلفين. ما دام قال بإذن ربهم ما يقولش أدخلهم بإذنه، لأن ما دام أدخلهم هو، أو أن الخلود هو بالإذن الله بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. ما معنى التحية؟ هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتا لسروره باللقاء، هذه معنى تحية. ولذلك تأتي التحية على قدر مقدار سرورك. مرة التحية تكتفي بها كده، مرة التحية ما تكتفيش بها كده تسلم عليه، ومرة التحية بتاخده بحب، ومرة صاحب الحب بكلام أهلا ومش عارف إيه وتقعد بقى. يبقى التحية معناها إيه؟ إعلان سرورك بالإيه؟ باللقاء. التحية اللي هتبقى للجنة في الجنة سلام. سلام قال لك لان هو السلام ده هو مهم، يعني امن كل انسان. سلام مع نفسك، مش هتيجي في يوم من الايام تقول انا ليه عملت دي وليه زملت دي، لان انت مالكش عمل بقى، ده المساله كون هي اللي بتشتغل. سلام مع الكون، سلام مع الجماد، سلام مع النبات، سلام مع الناس اللي زيك، سلام مع الملائكه. ولذلك بقى ايه تحيتهم فيها؟ لما نحيي بعض سلام، لان ده احسن نعمه أن نعيش في سلام وإيه؟ وأمن. طيب والملائكة يدخلون عليهم إيه؟ برضو يحيونهم بالإيه؟ بالسلام. وبعد ذلك يبقى السلام الأعلى من الله، سلام قولا من رب رحيم. فإذا كان السلام منا لبعضنا أدي مرحلة، ومن الملائكة لنا أدي مرحلة، ومن الله لنا أدي أعلى إيه؟ أعلى مرحلة.
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام منهم لأنفسهم من الملائكة الذين يدخلون عليهم من الإيه؟ من السلام الأعلى وهو الله. بعد لما ذكر الأشقياء وما ينتظرهم والسعداء وما ينتظرهم أراد أن يضرب لنا مثلا يوضح فيه منهج الأشقياء ويوضح فيه منهج السعداء. برضو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله مثل، ما هو المثل؟ المثل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي، شيء جلي قدامك وشيء خفي عنك، نقوم نوضح الخفي بإيه؟ تقول له إلا فلان ده شكله إيه؟ يقول له أنت شفت فلان؟ أهو مثل فلان. يبقى أنت سألت عن واحد ما تعرفوش فجاب لك مثل أنت تعرف. يبقى المعنى المثل هو إيه؟ إنك أنت توضح خفي بجلي. ليه؟ قال لك لأنه بينقل المعاني إلى أمر محس، والإنسان إلفه بالمحس قبل إلفه بالمعاني، لأن الحواس الإدراكات الحواس تديك حاجات حسية الأول وبعدين تديك الإيه؟ المعنويات. يبقى إلفنا بإيه؟ أول إلف لنا بالأمر الإيه؟ الحسي، وبعدين ننتقل من الأمر الحسي. ولذلك ربنا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اوعى تفتكر تقول بعوضة ايه اللي ربنا يضربها مثلا، ولذلك هم قالوا كده ايه اللي ربنا مثل بالبعوضة، يتليوا على عينكم انتوا فاهمين حاجة. ده البعوضة اللي فيها حركة وفيها حياة زيك تمام وبتطير وتروح وتيجي وتقعد مش عارف ايه دي، علشان تعرف ازاي التركيب الكل ده اللي في اجهزتك في هذه البعوضة الصغيرة. طب قول لي معدتها تبقى فين؟ طب قول لي جهاز تنفسها يبقى فين؟ هي ايه كلها؟ الجهاز الدموي بتاعها فين؟ الغدد بتاعتها تبقى فين؟ الامعاء تبقى فين؟ الله، ما هو الشيء تدهش صنعته من امرين، اما ان يكون ضخما فوق امكان الاحساس، واما ان يكون دقيقا دون مراتب الاحساس ما يدركش. يقول له اهيد العظمة بقى، لما عملوا الساعة بتاعت بريطانيا دي اسمها ايه؟ بيك بيك، شوف عقربها قد ايه، دل على ان الصانع مش عارف. وبعدين عملوا لنا ساعه في فص خاتم، الدقه بنت هنا ولا ايه؟ فكذلك الجمل اهو زي البعوض، بل بالعكس تقول الاوعيه دي كلها والانسجه اجتمعت فيها ازاي؟ ازاي بس؟ وبعدين قال يا اقوياء وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ يفتوا. خليك قاعد تاكل العسل كده والذبابه جت وراحت واخده بجناحها شويه عسل منك، ان كنت فتوى بقى وشاطر هات منها العسل. شوف الضعيف ده اهو، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ربنا لما يضرب لنا مثل بذبابه بضعوره، ولذلك لما يقول ان الله لا يستطيع ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، هم فاهمين فما فوقها يعني الأكبر منه؟ لا، ده فهم ما فوقها في الاستغراب، يبقى اللي أقل منها بقى. يبقى ما فوقها في الإيه؟ في الاستغراب البعوضة، وبعدين جبنا المكروب، وبعدين جبنا إيه تاني اللي بيسموه ده إيه؟ في حاجة تانية كده بيسموها الفيروس، وإيه اللي كمان وأقل من الفيروس؟ يبقى فما فوقها أي في إيه؟ في الاستغراب، مش فما فوقها يعني أكبر منه. نعم. فضرب المثل عادة يوم نجيب شيء جلي ونخليه مثل لشيء خفي، نقوم نعرف منين. مثل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مش كده؟ مثل نوره مش نوره،
لا ده بيجيب لكم حاجه يعني قدامكم كده، مثل نوره اي تنويره للكون كله كمشكات فيها مصباح. الناس بتفهم من المشكاه يعني اللمبه، لا المشكاه الطاقه بتاعت زمان اللي كانت عندنا في الاعان، يعملوا طاقه صغيره كده يعني شباك غير نافذ ويحطوا فيه الايه اللمبه. يبقى المصباح اللي اتحط في المشكاه، المشكاه دي حيزها بسيط وفي قلبها مصباح، مش بيضرب مثلا عشان ان المصباح هينور الاوضه، لا ده هينور بس المشكاه. شوف النور يبقى ايه بقى في مشكاه اهو، والمشكاه بس مش لمبه بصاروخ من اللي بيبقى لها دخان، ده المشكاه فيها مصباح والمصباح فيه زجاجه. ليه؟ لانه لما يبقى في غير زجاجه يطلع لهب مدخن كده، انما الزجاجه تعمل ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه ما بياخدش الهواء من كل جهه، بياخد الهواء شويه من تحت على قد الاحتراق، يبقى الضوء بتاعه يبقى ايه صافي، والزجاجه تكسر الاشعه. والزجاجه مش عاديه كمان، بقى الحيز محدود الطاقه مش الحوق مش الاوضه، والمصباح في زجاجه والزجاجه مش عاديه، الزجاجه كانها كوكب دري. لا والزيت اللي بيضيء دي ما هوش عادي، ده من شيء من زيتون مش زيت قطن. والشجره بتاعته لا شرقيه لا مزاج حر ولا ما على ارفع المستوى، يبقى حيز محدود خلاص في نور مصفى مصباح، والمصباح في زجاجه، والزجاجه كانها ايه كوكب دري، والزيت اللي بيقول شجر زيتونه، والزيتونه إيه لا شرقيه ولا غربيه. الله ده يبقى ايه ده؟ ايبقى في المشكاه شيء مظلم بعد كده؟ كذلك تنوير الله للسماوات والارض. يبقى بيديني مثل، بيديني مثل بايه؟ بشيء. اوعى تقول ان دي هو نور الله، ده مثل نور الله مثل، لانه لما يديك نور الله ما تقدرش، لان ما فيش الفاظ تؤديها في لغتك، يقوم يديك بس ايه بس مثل ويصفيه ولا ما يصفيهش. احنا قلنا زمان ان الشاعر لما مدح الخليفه، فيه اشخاص في العرب اشتهروا بصفات عاليه، واحد اشتهر بالشجاعه، واحد اشتهر بالكرم، واحد اشتهر بالحلم، واحد اشتهر بالذكاء، ويضربوا به المثل في الذكاء، يقول لك فلان ده ذكاء اياس، فلان ده اقدام عمرو، فلان ده فيه سماحه ايه حاتم. اذا دول امثله برعت في صفات خاصه. فلما حب يمدح الخليفه قال ايه؟ اقدام عمرو في سماحه حاتم في حلم احنف، احنف ده كان يضرب به المثل في الحلم، في ذكاء اياسي. يبقى المواهب المتفرقه في الفضائل تجمعت فيه، كل واحد من دول في خصله واحده من المواهب، فيه دي ايه كله. ومع ذلك اللي قاعد قال له كيف تشبه الخليفه بصعاليك العرب، ايه يعني عمرو، ايه يعني مش عارف مين، وايه يعني مين. فالراجل اخذ الامير فوق من وصفت، الامير فوق من وصفت. فابو تمام عشان ربنا ينصره في الموقف صن شويه كده وكمل من القصيده بحرا وقافيه، قال ايه لا تن... هو بيقول اقدام عمرو في سماحه حاتم في حلم احنفه في ذكاء اياسي خلاص، قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. انا جبت ناس دونه صحيح، انما ضربته ايه مثل، لان دول مثل شرود، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى المثل بنوضح الايه الخفي بامر ايه بامر جلي. وبعدين قد يشيع المثل حينما يطلق، يشيع فيبقى مثل شرود كل الناس تقوله وان اختلفت مواقعه في الناس. مثلا يجي ولد بيهمل دروسه طول السنه، وبعدين جه ليله الامتحان قال مسك الكتب، ها ولا هو رايح المدرسه قال مسك الكتاب
المادة وقعد يقرأ فيه. طب بالله يعني المشوار ده من المدرسة هتفهم فيه ايه؟ يقوم بقى أبوه أو اللي ماشي وياه يقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكنائن. الكنائن الكنانة اللي فيها السهام اللي بيصطاد به، تجيبها تقعد تحطها في كنائن ساعة الصيد ولا قبله؟ يعني معناها المذاكرة تبقى قبل كده بشوية، المذاكرة تبقى ايه؟ قبل كده ايه؟ يجي واحد مثلا كده عامل فتوة وبعدين قعد يشيح في الناس ويضرب فيهم، بعدين جاله واحد فتوة عنه راح ماسكه كده وهفه قلمين راح ساجد له. يوم التاني يقول له ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. اهو ده مثل بقى، ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه؟ ولذلك المثل لا يغير، يفضل مثل ان كنت تخاطب به مفرد، تخاطب به انثى، تخاطب به اثنين، تخاطب هو لا ايه لغير. لما قال ما وراءك يا عصام، بعت عصام عشان تخطب له واحده وتشوف ايه حساب. قال له قال لا ما وراءك يعني ايه الاخبار اللي انت شفتها، ما كان بعتها تخطب بنت. فبقول لها ايه يعني شفت ايه؟ ما وراءك يا عصام، فقعدت تحكي له وتقص له خلاص. فاصبح مثلا الان اي واحد تبعته في مشوار ساعه ما يجي يقول له ما وراءك يا عصام، ما تقولش ما وراءك ولا ما وراءكما ولا ما وراءكن ولا ما، هو يفضل الايه؟ المثل مضروب. يبقى ضرب زي ما تقول ضربت العمله، بقى امر ايه؟ بقى امر نافذ. ما هو ضرب العمله معناه انك تجيب قطعه مثلا من الفضه او من الذهب وتسكها، ولذلك يقول لك ضرب، كان زمان نسميه ضرب في ايه؟ يعني بقى خلاص صار اعتمد وايه؟ وبقى امر ايه؟ واقع. فكذلك المثل يصير امرا ايه؟ واقعا. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ إيه المثل اللي ضربه؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال إيه؟ للناس لعلهم يتذكرون. يعني يتذكر إيه؟ المخفي بالإيه؟ بواسطة الجلد. نشوف هنا ادانا الكلمة الطيبة دي، ادانا مثل فيها أربع أوصاف. كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومعنى شجرة طيبة يعني إيه؟ تعطيك طيبا تستريح إليه نفسك. طيب ده منظر، منظرها حلو، هذا شيء طيب، ده كلام على طيب. الريح بتاعها حلو، كلام طيب. تشمها تلاقيها حلو، كلام طيب. يبقى اذا كل الحواس تمسكت لها نعمه كده. الله، يبقى اذا كلمه طيبه يعني ايه؟ شجره طيبه معناها ايه؟ تاخذ منها الطيبه في جميع وسائل احساسك وجميع وسائل احساسك. طيب كلمه كشجره طيبه، ما دام شجره يبقى كائن نباتي، الكائن النباتي ده لازم يغذى. يغذى منين؟ من الجذر. طب الجذر كان ملخلخ تدبل بعد مده وتنتهي، ادي الجذر بتاعها اصلها ايه؟ ثابت على وفرعها، وفرعها في بقى ده الوصف. يبقى كلمه طيبه شجره طيبه اصلها ثابت، ادي الثاني. فرعها ايه؟ في السماء، ادي الثالث. تؤتي كلها كل حين باذن ربها، ادي الرابع. يبقى عندنا اربع ايه؟ اربع اوصاف. قلنا طيبة، طبيعة في منظرها، طبيعة في ريحها، طيبة في مذاقها، طيبة في لمسها، كل حاجة دي طيبة. دي طيبة أصلها ثابت، لأن الشجر عايزة مقومات حياة، ومقومات الحياة تأتي من عناصر إيه؟ من عناصر الـ 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 الأرض. يبقى إن كانت ملخلخة ولا أي حاجة كده تروح لبلانة ما بتاخدش على الأرض. طيب أصلها وفرعها في السماء. احنا بنفتكر ان الشجر بيتغذى بس من ايه؟ من الجذر. لو وزنت اي نبات وما اعطاه من ثمر وجدته انه بياخد 5% من الارض وخمسة وتسعين في المية بياخدها من الهواء. فكلما الهواء كان نظيف وكتير ايه؟ يبقى وفرعها في السماء. يعني قال لك تعالى بقى علشان تشوف الأغيار التي في الأرض. احنا بنسمع دلوقتي كلمة بيئة ملوثة. معنى بيئة ملوثة يعني ايه؟ يعني ان الهواء اللي بنستنشقه ده
ما هوش ايه ما عادش طبيعي، دخلت فيه عناصر ايه ضاره. العناصر ضاره دي من ايه؟ اما ان يكون مثلا الارض مش مرصوفه والارض فيها تراب بتهيج، ادي واحده، واما عادم السيارات، واما القاء الفضلات، كل دي من الايه من الفسادات اللي بتغير البيئه. فالشجره لما تكون قصيره كل الاغيار دهيا، لان كل اير من الاغيار الغبار والبتاع له ثقل وينزل، لما ينزل ينزل على مين؟ على الواطي اللي فرق في السماء دي، يبقى ينال منه ايه بسيط قوي، او ما ينالوش خالص، يبقى هواء ايه هواء نقي. وفرعها في السماء ايضا يدل على انها ان رويت تروى بالماء ان لم يصبها وابل فايه فطل، يوم يغسل الايه يغسل الورق. يبقى اذا اصلها ثابت تاخذه من الارض، وفرعها في السماء ايه تاخذه من الاعلى، تؤتي اكلها كل حين. الاكل هو ما يؤكل ويتمتع به، احنا ما ناخدهاش على ان الاكل ما يتمتع به، خدها الاكل صحيح الاول حاجه اللي ناكله، انما في حاجات تانيه كتير. تيجي تلاقي شجره ما فيهاش شيء يؤكل، نقوم نقول اوعى تقول دي مش شجره طيبه، لان فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها. يمكن الظل بس تستظل به، ويمكن التفاعل في الاسير بياخد منها ريحه يديك. فكل شجره لها ايه لها عطاء. اوعى تفتكر ان بس الشجره اللي لها عطاء اللي هتديك انت. قال لك للراجل الولد البدوي مر على نخل جيرانه، شاف النخل عندهم فيه بلح، وكان هم النخلة اللي عندهم ما فيهاش بلح. شمعنا النخل ده؟ هو عقل صغير بقى، شمعنا النخل ده فيه بلح واحنا نخلنا ما فيهاش ما فيش فيه بلح؟ والله العظيم لم يقطع النخلة دي وشوية، وجايب البتاع وقعد يقطع في الايه. يا ابو ادركه يا ابني دي، قال له ده، قال له يا ابني دي الاكل بتاعنا تطلع، اصلها ذكر الاكل بتاعنا تطلع في وقت محدود، نلقح منه النخله دي وبعدين تبقى تنتهي. يبقى كل شجره ايه؟ طب ما يمكن انا عايزها عشان خشب. الله، ما يمكن عايز اعملها مصد على زي المصدات اللي بنعملها دي. يبقى اوعى تقول. ولذلك انا ما يعجبنيش المفسرين يقول لك شجره طيبه زي شجره التفاح وشجره مش عارف ايه، وبعدين والقلم الخبيثه كشجره الحنظل. نقول له يا شيخ لا، ما دامت شجره يبقى لها مهمه. ده يمكن شجره الحنظل هتبقى احسن من التفاح، لان شجره الحنظل لما ياخد فيها دواء مر يوم يزيل منه دواء. ما تفتكرش ان الاكل يعني اللي بتاكله، الاكل كل ما ينتفع به. يبقى لو نظرت الى هذه لوجدت كل موصوف بشجره لازم له ايه؟ لازم له مهمه. ويؤتي اكلها كل حين تديك على ان فيه قدر مشترك بين الشجر كل، المثمر ثمر وحش والمثمر ثمر كويس، له عطاء جميعا. وبعدين العلم الحديث نبهنا الى عطاء، كل خضره تعمل ايه؟ تيجي بالنهار وتطلع لك الاكسجين، وبالليل تطلع ايه؟ تمص ثاني اكسيد الايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ دي تدي ثاني اكسيد كربون بالليل، ودي تدي اكسيد كل الخضره. ليه؟ أم قال لك لان النهار الحركه، والحركه تتطلب طاقه فوق استبقاء الحياه. انت وانت نائم لا تريد من دمك وحركته الا استبقاء الحياه، لان ما فيش حاجه، ما بتعملش حاجه. لكن لما تقوم الصبح وتشتغل تبقى عايز طاقة. يبقى كل ما تعوز طاقة تعوز دم كتير، تعوز دم كتير، يبقى عايز اكسجين عشان يأكسد لك الدم. ولذلك لما تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاق ومجهود تنهج. ليه بتنهج؟ الرئة مش مكفية الحركة، تقوم تحاول تاخد ايه؟ تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه؟ اكسجين. يبقى اذا الخضرة كلها كل ما فيه خضرة بيدي ايه في النهار؟ اكسجين، علشان حركة الحياة. بالليل ما يديش، لان حركه الحياه مش عايزه الحركه، لكن انت نايم. استبقاء حياه، والى لقاء اخر ان شاء الله.